بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا، انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي ما بين الكلية الأسترالية وفريق المرحوم محمد الجميل في المباراة النهائية لهذه النسخة، النسخة 17 لبطولة المرحوم شملان عبد العزيز الحساوي. بطولة المرحوم شملان عبد العزيز الحساوي. وسط الملعب من يحقق المركز الأول في الفوز في هذه المباراة النهائية. هنا محاولة ولكنها تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. كما نتابع من سيحقق المركز الأول. محاولة وسط الملعب الآن، حاول إلى الأمام في الجهة اليسرى، مقطوعة ولكن إلى حارس المرمى. انطلاق الآن إلى صالح حيدر، محاولة ولكن أيضا يعني التحفظ إلى الآن. التحفظ والحفاظ على هذه النتيجة واللعب بحذر. كرة منقولة، محاولة ولكن إلى خارج أرض الملعب. الحضور هنا في المباراة النهائية، اللقاء النهائي إلى خارج أرض الملعب. أحمد الفارسي كرة منقولة، محاولة إلى الأمام، لخارج أرضية الملعب. إلى الآن اللقاء لم يرتقي باللعب المفتوح، إغلاق المسافات، إغلاق المساحات، وهذا يعني يبين التحفظ واللعب بحذر. نحن نسير في الدقيقة 13، 7 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني والمباراة في هذا اللقاء، في هذه المباراة النهائية، اللقاء النهائي لهذه البطولة، بطولة المرحوم شملان عبد العزيز الحساوي 17. محاولة تقدم الآن إلى صالح حيدر، ولكن إلى الأمام غانم القضيبي. أحمد الفارسي محاولة إلى الأمام، ولكن أيضا المتابعة والكرة من غانم القضيبي. غانم القضيبي، أحمد الفارسي، الكلية الأسترالية، حمد حياة. محاولة إلى الأمام، كرة منقولة، مقطوعة الآن في وسط الملعب للمرحوم محمد الجميل، والتسديدة ولكن تصدف القائم. الكرة منقولة ولكن إلى خارج أرض الملعب. تسديدة قوية من اللاعب محمد كوستاني، من اللاعب عبد الله الشمالي
لاعب النادي العربي يسدد تسديده في القائم الايسر لمرمى الحارس محمد قاهري. عبد الله الشمالي تيشيرت رقم 9 هنا التسديده ولكن الى خارج ارض الملعب من هذا اللاعب عبد الله الشمالي. كما نتابع لاحظ التسديدة التي اصطدمت بالقائم الأيسر كاد أن يأتي الهدف الأول لفريق المرحوم محمد الجميل. كما نتابع الضغط الواضح في هذه اللحظات لفريق المرحوم محمد الجميل ونحن نسير في الدقيقة 16. 4 دقائق هنا المتابعة. وسط الملعب لكن إلى الآن لم نشهد اللعب المفتوح الفرص التي تليق بالمباراة النهائية. هنا المتابعة حاول إلى الأمام وسط الملعب ولكن أيضا محمد قاهري كرة منقولة محاولة تسديد ولكن حارس المرمى الحارس محمد ياسين تسديده من صالح حيدر محاولة هنا التسديد يا الله يا الله على حمد حياة حمد العوضي يسجل الهدف الأول. لاحظ تابع فريق المرحوم محمد الجميل يتقدم بشكل إيجابي عن طريق اللاعب الدولي حمد العوضي في آخر 3 دقائق في آخر 3 دقائق الكرة منقولة ولكن تسديدة. فريق الكلية الأسترالية غير موفق في هذا اللقاء ولكن حمد العوضي يسجل الهدف الأول على محمد قاهري. كرة منقولة غانم القضيبي محاولة إلى الأمام ولكن أيضا مبعدة من حمد حياة. كما نتابع عبد العزيز البسام وحمد العوضي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 17 من شوط المباراة الثاني نفس عدد مرات البطولة 17 بطولة وأتى الهدف في الدقيقة 17. صالح حيدر فريق محمد الجميل ضيق المسافات على صالح يان. صالح حيدر لأن نقطة خطورة الكلية الأسترالية عن طريق اللاعب صالح حيدر عن طريق اللاعب صالح يان الملقب بصالح يان. صالح حيدر هذا اللاعب صالح حيدر كرة منقولة غانم القضيبي هل يعود في الدقيقة الأخيرة الكلية الأسترالية محاولة إلى الأمام كرة منقولة لكن محمد ياسين حارس المرمى محمد ياسين المتابعة يا الله يا الله على هذه التسديدة كاد أن يكون الهدف الثاني لمحمد الجميل لولا القائم الأيسر الذي إلى الآن في الضربة الثانية يعني يحول ما بينه وما بين الهدف الثاني. صالح يان صالح حيدر الآن محاولة تقدم ولكن تمريرة
إلى خارج أرضية الملعب. الكلية الأسترالية ليس الفريق المعروف يعني كما تعرفنا عليه في هذه البطولة. وينتهي الوقت الأصلي من هذا اللقاء العشرين دقيقة مرت على الشوط الثاني والمباراة تسير في الوقت البدل الضائع. هنا استبدال لرمية التماس لصالح الكلية الأسترالية كما نتابع محاولة. هنا التسديدة صالح يان إلى محاولة لمشاري صالح. هنا الخطأ الآن ولكن إلى خارج أرض الملعب. ويعلن الحكم فاضل مفتين عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز فريق المرحوم محمد الجميل بهذه البطولة والفوز على الكلية الأسترالية لهذا العام وفي هذه النسخة السابعة عشرة من هذه البطولة لبطولة المرحوم شملان عبد العزيز الحساوي الرمضانية السابعة عشرة. إذن البطل محمد الجميل بلاعبي بأيضا مبدعي محمد ياسين يوسف الصولة أسعد الجميل حمد العوضي محمد خان حمد حياة عبد الله الشمالي عبد العزيز البسام. تشكيلة فريق المرحوم محمد الجميل الذي أحرز هذه البطولة السابعة عشرة بطولة المرحوم يعني شملان عبد العزيز الحساوي السابعة عشرة في هذه البطولة. كما نتابع بعد انتهاء الوقت الأصلي وهنا أترككم مع الهايلايت المصغر لهذه المباراة. جميل ياخذ بطولة شملان الحساوي البطولة الكبيرة طبعا أهنيكم على الفوز صراحة عن جدار أخذتوه. بشعوركم بهالفوز الكبير بهالبطولة الكبيرة؟ والله الحمد لله هو نفس الشيء. احنا قاعد نشوف فريق كويتيين وكلنا ربع هذه احلى يعني لما تلعب محترفين كنت تستفيد اكثر بس لما تلعب مع ربعك غير يعني انا برجع حق صاحب القول حمد العوضي امس قابلتك ما شاء الله اليوم قولت يعني سكت الكل يقول ان المحترفين هم الكلمة الأخيرة. اليوم فعلا شفنا اللاعبين المحليين الكويتيين عن جدار أخذوا البطولة. الله يبارك فيكم ويعطيهم العافية لجنة الحساوي على التنظيم الرائع صراحة. مثل ما قلت لك أمس أنت قلت لي فريقكم كويتيين وسطهم.